اليوم رح نحضر الزهرة مشوية بالفرن بتتبيلة الثوم وزيت الزيتون. عندي أنا هون راس زهرة كبير زي ما شايفين، حتى أقطع لزهرات متوسطة الحجم بقلب راس الزهرة هيك على الطاولة. بعد هيك رح أبدأ أخذ بالسكين الوراق الخضرة هاي وأتخلص منها. هلأ رح تصير واضحة معي عروق حبات الزهرة لما تخلصت من الأضلاع الخضرة، فرح أبدأ بالسكين أفصل حبة الزهرة بهالشكل، بس بطرف السكين هيك حصلت على حبة زهرة كاملة. أنا بدي أصغر حجمها شوي، بقطعها بالسكين عادي من الوسط بهالطريقة، وهيك صارت عندي قطعتين من الزهرة متوسطين الحجم. رأس الزهرة عندي هون بعد ما قطعته مثل ما شفنا مع بعض، هلأ بدي أبدأ أتبل فيه وأبهره. عندي هون 4 أسنان من الثوم مهروس ناعم، معلقة كبيرة أوريغانو أو زعتر مجفف، معلقة صغيرة من البابريكا الحلوة، معلقة صغيرة ملح، وربع كوب من زيت الزيتون. ضفت كل المكونات مع الزهرة، وهلأ رح أبدأ أقلبها وأحركها بإيدي حتى أتأكد إنه كل مكان من الزهرة تبل وتبهر كتير منيح بالأشياء اللي ضفناها. بس صارت عندي حبات الزهرة مغلفة بالتتبيلة بهذا الشكل، هلأ رح أخذها على صينية الفرن. حضرت هون صينية الفرن، بطنتها بورق الزبدة أسهل للخبز وللتنظيف، ورح أبدأ أرص حبات الزهرة بالصينية. رح تكون كتير لذيذة وصحية لأنه ما نقليها بالزيت، رح نحمرها بالفرن، تستوي معنا كتير منيح وبتاخد نكهة كتير طيبة. حطيت الصينية بفرن محمى مسبقا على الرف الأوسط على درجة حرارة 200، ورح تحتاج معنا تقريبا 20 دقيقة. رح أحضر صوص لطيف ممكن نقدمه مع حبات الزهر المشوية. أول إشي هون عندي صحن رح أضيف فيه 2 كبار من الطحينة أو الراشي أو الهردة مثل ما في ناس بسموها. الطحينة هي عبارة عن السمسم المطحون. مع الطحينة رح أضيف 4 معالق كبيرة لبن رايب أو زبادي أو يوغرت، 2 كبار مي، ممكن نستعيد عن المي بعصير الليمون. هون كمان رح أضيف 1/2 معلقة صغيرة من الملح. رح أخلط هاي المكونات مع بعض حيصير عندي صوص كثيف شوي ونقدمه جنب الزهرة. هيك الزهرة احتاجت معاي تقريبا 20 دقيقة بالفرن لحد ما صارت بهذا الشكل وصارت ناضجة تماما. هلأ بننتقل للتقديم. وهلأ لما إجا وقت التقديم رح أقدم قطع الزهرة المشوية بالفرن جنب الصوص اللي حضرناه، صوص الطحينة. كمان أنا حبيت أزينها شوي صغيرة بنفس الصوص، عبيته بكيس صغير، رح أقطع طرفه وأعمل شكل خطوط فوق الزهرة. رح أزين برشة خفيفة من البقدونس الأخضر المفروم. هلأ صار وقت نجرب هالزهرة المشوية بالفرن، رح تكون كتير طيبة وكأنها مقلية بس خفيفة كتير ولذيذة. قدمتها مع الصوص اللي حضرناه، صوص الطحينة واللبن.